غير يا بابا. هي عم بعيدوكي يا جوليا عند يا ماما. ماما ما تبكي، خليكي قوية. احنا ما بنقدر فينا نزورها لانه مانعين الزيارات كرمال الكورونا. انا يعني صار لي شي 4 أشهر مش شايفيتها. هذا الصباط كانت دايما تلبسه بالشتاء، بس هلأ ما فيها تلبسه لأنه حي بالمستشفى. دمروا كل شيء، خربوا بيوت العالم، خربوا بيوتنا، ما تركنونا إلا ذكريات. نحن ما عم نطالب بمصاري، بس حسسونا انه نحن انسان، نحن ببلد بلدنا. هالطفل اللي اول طلعتها مين بده يحضنها؟ قد ما احضنها انا، قد ما اقدم لها حنان، ما رح اقدر اقدم لها حنان مثل حنان امها، حرموها هو. كنا لما يجي عيد الميت تعمل امي جاتو ونعيدها ونغني له هابي بيرثداي، وهي تنبسط بدنا نخليها تكون مبسوطة، مش زعلانة تركينا لوحدها. عيدك يا ام العيب بتطول فرحة الزين، وبنتمنى لك بهالعيد تعيش 100 سنة وترجع لعنا يا جوليا. بتمنى انه ترجع امي تتحسن وترجع احسن مما كانت. ببرم الدنيا كلها فيها.